مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي وإخواني طلاب مدارس الأندلس الثانوية الخاصة، طلاب الصف الحادي عشر القسم العلمي، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونعيش بفضل الله تعالى مع درس جديد من دروس مادة الفيزياء الممتعة، وهو درس الجهد في جزئه الأول. إن شاء الله الدرس هنقطع حبايبي على جزئين، ولكن في البداية عم نجدد نوانا لله سبحانه وتعالى، ونقف مع مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل مع الأعداء. يعني تنوعت مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بداية من بدء الوحي والنبوة والرسالة، فيعني كانت مراحل متعددة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من قسم الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مرحلة السرية والمرحلة الجهرية، ومنهم من قسم إلى مرحلة مكة ثم مرحلة المدينة المكية والمدنية، وبعضهم قسم وأفرد في التقسيم. نقف بس مع أول ثلاث مراحل من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة بدء الوحي، وبدأت بنزول جبريل عليه السلام حينما علم محمد صلى الله عليه وسلم سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم بدأ بعد ذلك تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ دعوة الله للناس إلا بعد نزول سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ومع ذلك، مع تبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لابد من كف الأيادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وذكرت في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. دي بعض المراحل اللي تدرجت فيها دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام إلى أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد وبالقتال وبفوضية القتال والانتقال والتدرج في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل مع الأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه على الحوض، اللهم آمين. هذا حبيبي إن شاء الله نعيش مع درس مجزئ الجهد في هدفين أساسيين: نحن نتعرف على مفهوم مجزئ الجهد، وبعد ذلك نتعرف على قانون حساب الجهد في كل مقاومة بعد تجزئته. من خلال المعامل الافتراضية حبايبي، من خلال برنامج الباسكيت، نتعرف مع بعضنا البعض على شكل التوصيل الكهربي في بعض الدوائر الكهربية. لو بصينا مع بعض، احنا عارفين التوصيل داخل المنازل وداخل البيوت وفي الدوائر الكهربية هو نوع من احدى نوعين اساسيين: اما ان يكون التوصيل لدينا توصيل على التوالي او توصيل على التوازي. لو افترضنا امامنا هذا الشكل، مرور الالكترونات في الدوائر الكهربية في الموصلات وتضيء المصباح زي ما احنا شايفين. اذا اردنا ان نوصل مصباح اخر هيكون مصباحين، ولكن الدايرة زي ما انتم شايفين حضراتكم، الدايرة هنا التوصيل توالي، فالجهد كله داخل للمصباحين، بيتقسم الجهد ويظل التيار كما هو، التيار ثابت. لكن لو وصلنا على التوازي هنلاحظ ان الجهد في الحالة دي يظل كما هو في الاربع مصابيح، ولكن التيار هو اللي هيتقسم، يأتي التيار هنا ويتقسم طبعا تبعا لقانون كيرشوف. الافضل طبعا في المنازل ان يوصل التوصيل على التوازي، لان في الحاله دي حبايبي بيكون فرق الجهد ثابت، والتوصيل على التوازي كمان اذا تلف مصباح من الاربعه لا يتلف اي من المصابيح الاخرى، وده عكس التوصيل على التوازي. هنعيش النهارده بقى مع الاجهزه اللي بتقوم بتقسيم الجهد. فكره تقسيم الجهد في الدوائر الكهربائيه، فكره التقسيم ايه؟ وايه هو مجزئ الجهد؟ مجزئ الجهد ما هو الا دائره تستخدم لتحويل الجهد الكبير داخل الدائره الى جهد خارج اصغر باستخدام مقاومتين متصلتين على التوالي. اوصل مقاومتين على التوالي او ثلاث مقاومات او اربع مقاومات، وبتتقسم الجهود عليهم. شده التيار طبعا بتكون متساويه، ولكن الجهد هو اللي بيختلف. فجهد البطاريه الفي نوتا ينقسم على المقاومتين R1 و R2 تبعا لقيمه المقاومه. كل ما تزيد قيمه المقاومه كل ما تاخد جهد اعلى، كل ما تاخد حبايبي جهد اعلى، والتيار اللي داخل فيها هيكون اقل. لو استعرضنا كده شكل دائرات مجزئ الجهد، اذا قال لي في البدايه عارف مجزئ الجهد، اقول له هو دائره تستخدم في تقسيم الجهد الاكبر داخل الدائره الى جهود اصغر من خلال عده مقاومات متصله على التوالي. ادي شكل حبايبي بدايه مجزئ الجهد. الجهد داخل زي ما احنا شايفين من خلال البطاريه او من خلال الخليه الكهربائيه، بيتقسم على المقاومه R1 و R2
وفي الحالة دي التيار هو التيار ثابت، كل ما بتزيد المقاومة كل ما بيزيد الجهد، لأن يعني التيار ثابت في الاثنين، وبالتالي التيار ثابت ولكن الجهد بيقسم على المقاومتين. مقاومتين دول بقى ممكن يكون مكيف وغسالة، غسالة ومصباح، مصباح وتلفزيون، تلفزيون وكمبيوتر وشاحن، أي جزئين في الدوائر الكهربائية داخل البيت من دوائر الحمل اللي بتسحب الطاقة الكهربائية. طب لو حبينا نحسب فرق الجهد خلال كل مقاومة بسهولة جدا، فرق الجهد في المقاومة الأولى V1 يساوي فرق الجهد الكلي ضرب المقاومة الأولى تقسيم محصلة المقاومتين، يبقى في نوت R1 تقسيم R1 بلس R2. طيب في حالة إن أنا أحتاج أحسب فرق الجهد على المقاومة الثانية هيساوي في نوت R2 تقسيم R1 بلس R2، يعني بس الفرق اللي عندنا إن أنا هو نفس القانون فوق وتحت، بس الفرق إن أنا لو احتجت V1 هضرب في R1 في البسط، إذا احتجت V2 هضرب في R2، وكده أقدر أقسم الجهد في الاثنين. ممكن أحسب الجهد خلال مقاومة واحدة وأطرح الجهد الكلي منها. يعني لو إن الجهد الكلي الداخل للدايرة مثلا 100 فولت، المقاومة الأولى سحبت 30 فولت، يبقى الثانية تلقائيا هتاخد 70 فولت. لو حبينا نقاوم هذا الهدف، لو قال لي حبايبي اذكر قانون حساب الجهد في كل مقاومة بعد تقسيم الجهد الكهربي، زي ما شفنا V1 بتساوي V0 ضرب R1 تقسيم R1 زائد R2. طب لو أنا محتاج V2 هتبقى V0 ضرب R2 تقسيم R1 بلس R2. لو حبينا ناخد مثال يؤكد هذه المعلومات من خلال دائرة مجزأة الجهد، لو قال لي حبايبي اوجد قيمة الجهد V1 والجهد V2 في دائرة مجزأة الجهد في الشكل المجزأ، زي ما احنا شايفين الجهد الكلي اللي داخل في نوت 5 فولت داخل على ثلاث مقاومات، المقاومه الاولى 1 كيلو اوم، المقاومه الثانيه 5 كيلو اوم و5 كيلو اوم. بس خلي بالك ال 5 كيلو اوم وال 5 كيلو اوم الاثنين مع بعض متوصلين توصيل توازي، لابد ان انا اخليهم مقاومه واحده فقط، والجهد طبعا فيهم ثابت طالما متوصلين على التوازي فالجهد ثابت. الحاجه الثانيه عندي هما الاثنين بالكيلو اوم، لابد من تحويلهم الى اوم، طبعا الكيلو زي ما احنا عارفين من البادئات والكيلو يساوي 1000 اوم 10 اس 3. يبقى انا الحل عندي هيتقسم لمجموعه خطوات، اولا هو كان عاطيلي في المعطيات بتاعته ان الار الاولى 5 كيلو، الار الثانيه 1 كيلو اوم، الار الثالثه كان 5 كيلو اوم، الفي نوت اللي داخل 5 فولت. في البدايه لابد ان انا اجيب محصله المقاومتين 5 و5، ممكن اجيبها بكذا طريقه، حاصل ضرب مع حاصل جمعهم، ممكن اجيبهم من خلال الار ايكوفيلنت هتساوي 1 على 5000 زائد 1 على 5000، يا اما اجيبها بواحد على ار 2 تساوي واحد على ار اي زائد واحد على ار بي، واحد على 5000 زائد واحد على 5000، واقلب الناتج اللي طالع عندي هو طلع 2 على 5000، اقلبه يطلع 5000 على 2 يدينا حبايبي 2500 اوم. ودي طريقه قديمه حسبنا بيها المقاومات من قبل وانت حضرتك من قبل وانت حضراتكم متعودين عليها. يبقى كده يعتبر انا استبدلت المقاومتين 5 كيلو اوم و5 كيلو اوم بمقاومه واحده فقط، التوتال بتاعها او الايكوفيلنت بتاعها 2500 اوم. الخطوه الثانيه ابدا اطبق قانون بقى مجزئ الجهد بشكل بسيط جدا، V1 تساوي V نوت R1 ديفايد R1 بلس R2. هنا عندي V نوت عندنا 5 فولت نضربها في 1000 اوم، انا حولت طبعا 1 كيلو اوم الى 1000 تقسيم 1000 اوم زائد 2500، فيبقى الناتج عندنا 5000 تقسيم 3500، الناتج النهائي هيكون 1.43 فولت. يبقى ده الفرق الجهد الداخل في المقاومه. ممكن المقاومه الثانيه مباشره اطرح الخمسة ناقص 1.43، لكن لو حبيت ان انا اطبق القانون يطبق بشكل عادي جدا، هقول ان الفي 2 بتساوي في نوت ار 2 تقسيم ار 1 زائد ار 2، يطلع الناتج عندنا طبعا لازم يطلع 3.57 فولت. لو انا عايز اتاكد من الحل بتاعي ان الحل صحيح، لابد ان انا في حاله جمع في 1 زائد في 2 يدينا الفي 2 تلبيه كله. تقول لي يا مستر طب المقاومه ال 5 كيلو ال 5 كيلو اوم وال 5 كيلو اوم الاثنين فيهم نفس الفولت؟ طبعا الاثنين فيهم نفس الفولت، لان الاثنين متوصلين على التوازي، واحنا عارفين طبعا ان فرق الجهد ثابت على التوازي، وده سبب كبير في توصيل الاجهزه في المنازل على التوازي وليس على التوازي. وبكده حبايبي نكون وصلنا لختام درس مجزئ الجهد، وان شاء الله الدور الجاي هنعيش مع فوائد مجزئ الجهد واستخداماته في حياتنا اليوميه، وكذلك حل بعض المسائل المنوعة على مجزئ الجهد. نختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.